في زيارة وصفها الإعلام الفرنسي بالشخصية والرسمية في آن واحد، حل وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانيان في الجزائر، أين يزور ولاية مستغانم غرب البلاد، مسقط رأس جده من أمه في قرية ولد غالي، والذي جند في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، على أن يعقد بعدها الوزير الفرنسي محادثات رسمية مع مسؤولين جزائريين لبحث التعاون في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة، وسيكون ملف الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم إلى الجزائر من أبرز محاور المحادثات، حيث يرى مراقبون أن الجزائر تتمسك برفض استقبال هؤلاء المرحلين للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. تجد تجاوب كثير من طرف الجزائر، خاصة أن الجزائر سبق لها وأن رفضت أن تستقبل إرهابيين كانوا بفرنسا وكانوا السبب في الإرهاب في فرنسا، ومن منطلق أن هؤلاء كانوا بفرنسا إما بسبب أنهم في وضعية قانونية أو وضعية أنهم فرنسيين. ويرى مراقبون أن ملف الجزائريين الذين تريد فرنسا ترحيلهم يستغله المسؤولون الفرنسيون في كل مرة تريد فيها الجزائر فتح محادثات بخصوص ملفات حساسة في العلاقات الثنائية لإعادة بنائها على أساس الندية والمصالح المشتركة. هذا نهج اعتمدته الإليزي في التعامل مع الجزائر، ليس من في العهد الماكرو بل هو نهج قديم، ولكن تكرس أكثر وتعمق أكثر في عهد ماكرو، ولذلك أنه كلما طالبت الجزائر بملفات محددة إلا وواجهت فرنسا بملفات أخرى، ثم أن هناك ملفات تريد من خلالها دفع الجزائر إلى التنازلات. وقررت باريس شهر سبتمبر من العام الماضي تشديد شروط حصول الجزائريين على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. وسيكون ملف التأشيرات من أبرز محاور المحادثات بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين، حيث ترى الجزائر أنه من حقها أن تحظى بمعاملة خاصة وفق اتفاقيات إيفيان واتفاقيات 1968 والتي تسهل دخول الجزائريين إلى فرنسا. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.